عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: تعلموا العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. شعب الإيمان، أبو بكر البيهقي. كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أما بعد، فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية، وأعربوا القرآن فإنه عربي. الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. أبو بكر بن أبي شيبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب، فأنزل به كتابه العزيز، وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا نقول: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنها اللسان الأولى. وقال أيضا: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان أرسطو طاليس. وقال ابن القيوم الجوزي رحمه الله: إنما يعرف فضل القرآن من عرف كلام العرب، فعرف علم اللغة وعلم العربية وعلم البيان، ونظر في أشعار العرب وخطبها. وقال أبو منصور الثعلبي في كتابه فقه اللغات وسر العربية: ومن هداه الله للإسلام وشرح صدره للإيمان وأتاه حسن سريرة فيه، اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم خير الرسول، والإسلام خير الملل، والعرب خير الأمم، والعربية خير اللغات والألسنة، والإقبال عليها وعلى تفهمها من الديانة، إذ هي أداة العلم. ويقول ابن الأثير: اللغة العربية سيدة اللغات.